وفاة الفنان المصري جورج سيدهم بعد صراع طويل مع المرض. بعد صراع طويل مع المرض غيب الموت الفنان المصري جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما بعد معاناته من مرض الجلطة الدماغية الذي أصابه بشلل نصفي تام. ونعى عدد من الفنانين والمشاهير الفنان الراحل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب الفنان إدوارد عبر حسابه على تويتر: الفنان العظيم جورج سيدهم، ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك. وكتب الفنان المصري محمد هنيدي: البقاء لله في وفاة الأستاذ جورج سيدهم، ربنا يرحمه يا رب. كما نشر الممثل محمود البيذاوي صورة للفنان الراحل وعلق عليها: انتوا ماشيين يا انكل ومش هترجعوا تاني، لا دي اخر مرة، اصل عندنا شغل في حتة بعيدة قوي، طب تعالوا تاني بعد ما تخلص شغل، هتكون فاتت سنين وسنين ومش هيبقى فاضل من حد فينا غير اسمه من تصوير اخر مشهد في فيلم لسنا ملائكة. الله يرحمك يا استاذ جورج، جورج وسيدهم في ذمة الله. وكتب الفنان المصري هاني رمزي: الله يرحمك يا استاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي، ويصبر كل محبيك في كل الدنيا، مع السلامة يا استاذي جورج سيدهم. وقال الفنان المصري احمد السقا: ايقونة الكوميديا والانبساط جورج سيدهم، الله يرحمك ويسامحك. والجدير بالذكر ان الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجة في سوهاج العام 1938، والتحق بجامعة عين شمس وتخرج في كلية الزراعة العام 1961، ثم التقى بزميله سمير غانم والضيف احمد وانشا معهما فرقة ثلاثي اضواء المسرح. وشارك الثلاثي في اعمال تلفزيونية وسينمائية ومسرحية منها المتزوجون واهلا يا دكتور وحب في التخشيبة، وبرزوا في اول فوازير لرمضان من اخراج محمد سالم. رحم الله الراحل واسكنه فسيح جناته والهم اهله وزويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون والبقاء لله.